أنا بطلب من المصريين طلب، بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء. نداء لقى استجابة شعب بمختلف فئاته وتياراته عبر احتشادهم في معظم ميادين ومدن وشوارع أمة الدنيا، تأييدا لقواتهم المسلحة بالقضاء على الإرهاب في بلادهم بعد تزايد الانفلات العام وتعنت جماعة الإخوان في خلق مزيد من التعقيدات والأزمات على الساحة الوطنية المصرية، ما دفع بالناس إلى الخروج إلى الميادين تأييدا لفكرة ردع الإرهاب في بلادهم. ولم يقتصر التأييد الشعبي المصري على المستوى الداخلي فحسب، بل امتد إلى خارج الساحة الوطنية للبلاد. الجالية المصرية في صنعاء خرجت إلى أمام سفارة بلادهم في العاصمة صنعاء لترسل صوتها المؤيد والمفوض للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب. جينا علشان نؤيد الفريق أول السيسي ضد معركته ضد الإرهاب، في معركته ضد الإرهاب. طبعا إحنا كلنا مسلمين، اللي بيحصل لا يمت للإسلام بصلة. الناس اللي بتتكلم على الإسلام ما بتنفذ، هم اللي أساءوا للرسول قبل ما يسيئوا إلينا، واحنا جينا نفوضه كلنا على اساس ان احنا بنديله الشرعيه. نزلنا للتعبير عن استجابتنا لدعوه الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي ابى ان يقف مكتوف اليدين بينما تتعرض بلاده ووطنه وبني وطنه الى كل هذه الاعمال، اعمال العنف واعمال الارهاب. أبناء الجالية المصرية في مسيرتهم المؤيدة أمام السفارة المصرية استنكروا بشدة سياسة الإخوان في استغلال الدين من أجل التربع على مقاعد الحكم على حساب أرواح الناس وكرامة أوطانهم. الإخوان بيلعبوا لعبة حقيرة جدا واسمها الإرهاب تحت مسمى الدين، وهم ما يعرفوش حاجة عن الدين. الجيش أدها وإن شاء الله هيقضي على الإرهاب بكل أنواعه مهما كان أشكاله، هيقضي عليه، بس هو عايز دعم شوية وإن شاء الله إحنا معاه. لم يكن خروج المصريين لتسجيل موقف سياسي فحسب، بل لإرسال دلالات تجسد مواقف وطنية لحماية وطنهم. إحنا النهاردة مش جايين نسجل موقف سياسي، إحنا بنسجل موقف وطني وبنتكلم إن أمن الوطن خط أحمر، خط أحمر، تهديد الناس وأمن الوطن خط أحمر. التهديدات اللي الشعب المصري واجهها قبل 30 يونيو من الإرهاب، من الجماعات الإرهابية التكفيرية المجرمة، الفريق عبد الفتاح السيسي واجهها بكلمة يمكن هزت كيان الشعب المصري. قال احنا لو مش هننزل نأمن الناس اللي في الشوارع والشعب المصري احنا نروح نموت احسن. وعلق المتظاهرون من ابناء الجالية المصرية في صنعاء على جدران السفارة صور الفريق عبد الفتاح السيسي ليبعثوا رسالة للإخوان مفادها ان الجيش والشعب يد واحدة للانطلاق نحو مستقبل خالي من الإرهاب بكافة اشكاله. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.